اهلا بكم في صراع عبدين. محمد غباشي، يا رب دايما تكونوا بخير. الحقيقه كنت ناوي اعمل تحدي اسمه 30 مسجد في 30 يوم، الا ان المسجد ده افسد التحدي اللي هعمله، لان كان المفروض نتكلم عن مسجد كل يوم، لكن لما نصطدم مع مسجد عمره اكتر من 1000 سنة. المسجد نفسه اتبنى في 2 سنة و3 شهور، الا انه ترمم 20 مرة وعمره 1000 سنة، بخلاف انه صدم كل صانعيه وكل مرمميه، وكل واحد من 20 اللي رمموه كان يتمنى انه يهدوا 1000 مرة بدل ما يرمموا، لانه كان بيرمموا لسبب معين. الا ان المسجد نفسه كان بيأبى انه يكون وسيلة لهذا السبب. اولها مثلا ان المسجد نفسه اتبنى لنشر المذهب الشيعي، والاخص الطريقة او المذهب الاسماعيلي او الطريقة الاسماعيلية. اتبنى في عهد الفاطميين لكنه اتقفل بعدها 120 سنة، ومنعت صلاة الجمعة منه اكتر من 120 سنة على يد الناصر صلاح الدين، علشان بعد كده يتحول لمنارة لنشر المذهب السني بدلا من المذهب الشيعي. المفروض انه هو ثالث جامع اتبنى في مصر، لكن بقول انه الجامع الرابع مش الثالث، واتبنى على انقاض المسجد الرابع او الجامع الرابع. ترتيبه المسجد الرابع لان كان اول مسجد هو مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، وبعدها مسجد احمد بن طولون في مدينة الطلائع، وبعدها مسجد الظاهر بيبرس البندقداري في مدينة العسكر، واللي كان تهدم تماما وتم أخذ الأعمدة من مسجد بيبرس البندقداري علشان يتبنى بيها المسجد ده، الجامع الأزهر اللي تسمى 3 مرات وترمم 20 مرة وعمره 1000 سنة، حتى مأذنه من عصور مختلفة. كلنا بنركز إن عليه أكثر من مئذنة، وأغلبنا واثق او متاكد ان كلها اتبنت في عصر واحد. مفيش بئذنة من مآذن المسجد الازهر اتبنت في عصر واحد. تعال اقول لكم مثلا، اول حاجه دول 3 مآذن على المسجد، مفيش فيهم مأذنة اتبنت في نفس العصر، يعني دي المئذنة الفاطمية، واتبنت وتهدت في العصر الفاطمي اكتر من 20 مرة. هنقول لكم تاريخها بالتفصيل، وهحاول ان انا هختصر جدا او احكي بطريقة السرد مش بطريقة القصص، لان الموضوع طويل جدا. احنا بنحكي تاريخ 1000 سنة، فاكيد مش هيكون في فيديو قصير. نشوف مثلا المأذنة الفاطمية واتهدت واتبنت حوالي 20 مرة، مأذنة قايتباي اللي اتبنت في عصر قايتباي، ومأذنة قنصوة الغوري، بخلاف انه له 4 ابواب، باب المزينين واللي بيليه باب الجند، الباب الخاص بقايتباي، وباب الصعيدة، وباب الشوربة. ايوه صح، زي ما انتوا سمعتوها كده، باب الشوربة اللي جايه من الحساء، وهنحكي برضو تاريخ كل باب بالتفصيل. هننتظر كالعادة لوقت الصلاة علشان نقدر ندخل المسجد علشان الاجراءات الاحترازية، لكن تعالوا اخدكم في جولة سريعة ونبدأ السرد او تاريخ مسجد الازهر. الخليفة الفاطمي المعز لدين الله قام بغزو مصر عن طريق قائد قواته جوهر الصقلي، الذي نجح في انتزاعها من سلالة الإخشديين. وقد أشرف جوهر الصقلي على بناء المركز الملكي للخلافة الفاطمية وجيوشها، وهو اللي بنى القاهرة. والمفارقة إن القاهرة قبل ما تسمى القاهرة كان اسمها مدينة المنصورية. وقد بنى الأزهر كقاعدة لنشر مذهب الشيعة الإسماعيلية، وتعمد بناء المسجد الأزهر في هذا المكان ليكون بالقرب من مدينة الفسطاط السنية. وقد أصبحت القاهرة مركزا للطائفة الإسماعيلية الشيعية ومركزا للدولة الفاطمية. بدأ العمل في المسجد في 4 إبريل سنة 970، وقد تم الانتهاء من البناء في عام 972، وعقدت أول صلاة الجمعة في 22 يونيو سنة 972 في شهر رمضان. سرعان ما أصبح الأزهر مركزا للتعليم في العالم الإسلامي،
وأصبحت التعاليم السرية سابقا من المذهب الإسماعيلي اللي كانت بتدرس سرا إلى كلية القانون متاحة للعامة. وقد عين المعز لدين الله الفاطمي القاضي النعمان ابن محمد القاضي مسؤولا عن تدريس المذهب الإسماعيلي، وقد كانت بعض الفصول تدرس في قصر الخليفة وكذلك في الأزهر مع دورات منفصلة للنساء. وخلال عيد الفطر سنة 973 تم ترسيم المسجد كمسجد لصلاة الجماعة الرسمي في القاهرة بأمر من الخليفة المعز وابنه عندما أصبح بدوره الخليفة. جعلوا خطبة الجمعة خلال شهر رمضان في الأزهر، كما أصبح الأزهر مركزا رئيسيا للتعليم في القانون الإسلامي سنة 988. وفي السنة الثانية تم توظيف 455 عالم لإعطاء الدروس وإرساء الأساس لما يمكن أن يصبح الجامعة الرائدة في العالم الإسلامي. تم توسيع المسجد أثناء حكم الخليفة العزيز سنة 996، فقد قام بترميم المسجد وتوفير باب خشبي جديد في عام 1010. وفي عهد المنتصر تم تنفيذ إضافات وتجديدات على المسجد، وقد أضيفت الكثير من التجديدات في عهد الخلفاء الفاطميين الذين أتوا بعده. أما عن فكرة تحول المسجد الأزهر من المذهب الشيعي إلى المذهب السني، فقد كان صلاح الدين الأيوبي الذي أطاح بالفاطميين سنة 1171 معاديا للتعاليم الشيعية التي طرحت في الأزهر أثناء الخلافة الفاطمية، وقد أهمل المسجد خلال حكم السلالة الأيوبية لمصر، وحظرت الصلاة فيه بواسطة صدر الدين ابن درباس وهو قاضي عين من قبل صلاح الدين الأيوبي. والسبب في إصدار هذا المرسوم قد يكون تعاليم الإمام الشافعي بتحريم الصلاة في بلد واحد يقام فيها خطبتين، أو عدم الثقة في مؤسسة شيعية سابقة، بالإضافة إلى تجريد الأزهر من مركزه كمسجد صلاة الجماعة. أمر صلاح الدين الأيوبي أيضا بإزالة شريط فضة أدرجت فيه أسماء الخلفاء الفاطميين عليه من محراب المسجد. لكن صلاح الدين لم يكن ليتجاهل صيانة المسجد، فقد قام بترميم أحد مآذن المسجد خلال فترة حكمه. كما تعرض مركز التدريس في المسجد ومكتبة الأزهر للإهمال، ودمرت مخطوطات تعاليم الفاطمية التي عقدت في الأزهر. كما شجع الأيوبين تدريس الفقه السني في المدارس واللي بنيت في جميع أنحاء القاهرة. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأثر ذلك على الأساتذة الذين قد ازدهروا في عصر الفاطميين، مما اضطرهم إلى البحث عن وسائل أخرى لكسب عيشهم. أما الأزهر في عهد الدولة المملوكية فقد تم إعادة تأسيس الصلاة في الأزهر أثناء حكم المماليك بأمر من السلطان بيبرس في سنة 1266، التي كانت قد حرمت في عهد صلاح الدين بسبب التعاليم الشافعية التي ينتمي إليها صلاح الدين ويليه الأيوبيين جميعا. تنص على أنه مسجد واحد فقط ينبغي أن يستخدم لإلقاء خطبة الجمعة في المجتمع. أما المذهب الحنفي الذي كان ينتمي إليه المماليك لم يضع أي قيدا من هذا القبيل، ومع التوسع السريع في القاهرة والحاجة إلى مساحة المسجد سمح السلطان بيبرس إلى تجاهل تاريخ الأزهر، واستعاد المسجد شهرته السابقة، وقد أمر السلطان بيبرس وسلاطين المماليك بعودة رواتب الطلاب والمعلمين فضلا عن بداية العمل لإصلاح مسجد الأزهر الذي أهمل منذ ما يقرب من 100 سنة. وألقيت الخطبة الأولى في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم، وقد تسبب الزلزال سنة 1302 بأضرار كبيرة لحقت بالأزهر وعدد من المساجد الأخرى في جميع أنحاء الأراضي المملوكية، وتم إعادة الإعمار والإصلاحات التي كانت الأولى منذ عهد بيبرس. وبعد 7 سنوات تم بناء المدرسة الأقبغاوية على طول الجدار الذي يقع في الشمال الغربي من المسجد، وتم إزالة أجزاء من جدار المسجد لاستيعاب المبنى الجديد، وبدأت أشغال بناء مدرسة أخرى سميت بالمدرسة الطيبرسية، وبني أيضا هيكل للمسجد ونافورة للوضوء، وقد بنيت كل المدارس والمباني المكملة للأزهر بمداخل وقاعات صلاة منفصلة. على الرغم من أن المسجد استعاد مكانته في القاهرة في عهد المماليك، إلا أن أعمال التصليح والعمل الإضافي استمرت، وقد تغير ذلك في ظل حكم الظاهر بركوك أول مملوك من مماليك الشرقس الذي أولى استئناف الرعاية المباشرة خلال نهاية حكم المماليك، وأدخلت تحسينات وإضافات من قبل السلاطين السلطان قايتباي والسلطان كونسوة الغوري. كل واحد منهم أشرف على العديد من الإصلاحات وبناء المآذن، وقد كانت هناك منافسة كبيرة بين السلاطين في التحسينات والإضافات التي يتم عملها في المسجد. اسم الكريم ايه؟ علي ابراهيم. تشرفنا يا ملاك. شوف خير ربنا على الشعب والدنيا و... هذا خير من عند ربنا. الله يرزقك. وينظر إليها على أنها رمز للقوة والطريقة الأكثر فعالية في تدعيمه لمنظر مدينة القاهرة، وتمنى كل سلطان أن تكون له لمسة مرموقة ومميزة في الأزهر. أما الأزهر في خلال فترة الحكم العثماني، فخلال بداية عهد الخلافة العثمانية سنة 1517، وعلى الرغم من فوضى معركتهم للسيطرة على مدينة القاهرة، أظهر الأتراك احتراما كبيرا للمسجد وكليته، وعلى الرغم من توقف الرعاية الملكية المباشرة للمسجد، فقد حضر إلى الأزهر السلطان سليم الأول أول حاكم عثماني لمصر لصلاة الجمعة، كما حضر الأمراء العثمانيين بانتظام لصلاة الجمعة في الأزهر، وكان نادرا ما يتم تقديم الدعم لصيانة المسجد على الرغم من أنهم وفروا رواتب للطلاب والمعلمين على نقيض عهد المماليك الذي أجريت فيه الكثير من التوسعات والإضافات. وعلى الرغم من هزيمتهم على يد سليم الأول والعثمانيين في عام 1517، ظل للمماليك تأثير خاص في المجتمع المصري ليصبحوا بذلك مشايخ تحت سيطرة
العثمانيين، وبكده يرجع يعاني الأزهر تاني من الإهمال بسبب نقص المساعدات المادية وبسبب معاناة المماليك من خسائر اقتصادية وعسكرية في أعقاب انتصار العثمانيين، وده ينعكس على عدم وجود المساعدات المادية المقدمة للأزهر، واللي كان بفضل المماليك تم الإضافات الكثيرة والكبيرة في الأزهر والتجديدات في وقت مبكر من القرن الـ18. تم إضافة رواق للطلبة المكفوفين في سنة 1735، وأعادة بناء أروقة تركية وسورية، وكلاهما قد بنيت في الأصل في عهد السلطان قايتباي. وتعتبر هذه بداية لأكبر مجموعة من التجديدات يمكن القيام بها نظرا للتوسعات الكبيرة التي أجريت على يد عبد الرحمن كدخدة، واللي كان قد عين رئيسا للإنكشارية في سنة 1779 وشرع في عدة مشاريع في جميع القاهرة والأزهر. وتحت إدارة عبد الرحمن كدخدة بنيت ثلاث بوابات جديدة، أولهما باب المزينين أو بوابة الحلاقين، وجاء اسم البوابة من حلق الطلاب رؤوسهم خارج البوابة، والتي أصبحت في نهاية المطاف المدخل الرئيسي للمسجد، وثانيهما باب الصعيدة، وكان هذا المسمى لشعب مصر العليا، وفي وقت لاحق أنشئ باب الشوربة، وجه سبب التسمية من حساء الأرز، وهو كان الجراية الأساسية التي تقدم إلى الطلاب. وتم إضافة قاعة للصلاة في جنوب المكان، وتم أيضا مضاعفة المساحة المتاحة للصلاة، وقام كدخدة أيضا بتجديد أو إعادة بناء العديد من الأروقة التي تحيط بالمسجد. وعلى فكرة في المسجد الأزهر ضريح كدخدة اللي مدفون في سنة 1779 داخل الأزهر، وبكده يصبح كدخدة الشخص الأول والأخير الذي يدفن داخل المسجد الأزهر. خلال الفترة العثمانية استعاد الأزهر مركزه كمؤسسة يفضل التعليم بها في مصر، متجاوزا بذلك المدارس الدينية التي وضعها صلاح الدين الأيوبي، ووسع المسجد الأزهر بشكل كبير من طرف المماليك. وبنهاية القرن الثامن عشر أصبح الأزهر مرتبطا ارتباطا وثيقا بعلماء مصر، وقد كان للعلماء القدرة على التأثير على الحكومة بصفة رسمية، مع عدة شيوخ عينوا للمجالس الاستشارية في هذه الفترة. وخلال هذه الفترة شهد الأزهر أول رئيس للجامعة ليس من مذهب المالكي، وهو عبد الله الشبراوي التابع للمذهب الشافعي الذي قد قام بتعيينه رئيسا للجامعة. وقد انتظر أتباع المذهب المالكي منصب رئيس الجامعة حتى سنة 1899 عندما تم تعيين سالم البشري لهذا المنصب. كان الأزهر أيضا بمثابة نقطة محورية للاحتجاج ضد الحكم العثماني في مصر، سواء من داخل العلماء ومن بين أو من بين عامة الناس. أما تاريخ الأزهر حديثا فقد قام نابليون بغزو مصر في شهر يونيو سنة 1798 ليصل إلى اسكندرية يوم 2 يوليو، وبعد ذلك انتقل نابليون بونابرت ومن معه إلى القاهرة في يوم 22 يوليو، وفي محاولة لاسترضاء الشعب المصري والإمبراطورية العثمانية ألقى نابليون خطابا في الأسكندرية، والذي وبعدها أنشأ نابليون ديوان يتكون من 9 شيوخ الأزهر المكلفين بإدارة القاهرة، وهي أول هيئة رسمية تكونت من المصريين منذ بداية الحكم العثماني في الوقت ده، وهذه الممارسة لتشكيل مجالس وضعت بين أيادي علماء المدينة، وشكل أول مجلس في الإسكندرية. وبدأت جهود نابليون الفاشلة للفوز على المصريين والعثمانيين، وقد أعلنت الإمبراطورية العثمانية الحرب في 9 سبتمبر سنة 1798، وبدأت ثورة ضد القوات الفرنسية من الأزهر في 21 أكتوبر سنة 1798، وقام المصريين المسلحين بالحجارة والرماح فقط بأعمال بطولية ضد جيش نابليون الجرار،
وفي صباح اليوم التالي اجتمع الديوان مع نابليون في محاولة للتواصل إلى نهاية سلمية للأعمال العدائية، وقد غضب نابليون في البداية لكنه وافق لمحاولة التوصل إلى حل سلمي، وطلب من شيوخ الديوان لتنظيم محادثات مع الثوار، وقد اعتبر الثوار هذه الخطوة إشارة ضعف بين الفرنسيين ورفضوها. على أثر هذا أمر نابليون بإطلاق النار على المدينة من قلعة القاهرة، وتهدف مباشرة إلى الأزهر. وخلال هذا التمرد قتل حوالي 300 جندي فرنسي مع إصابة 3000 مصري، وقتل 6 من علماء الأزهر. وده طبعا مرتبط بالحادثة المشهورة بدخول الفرنسيين المسجد الأزهر بالخيول وبالأحذية والبنادق المعروضة، وقامت القوات بربط خيولهم في المحارب ونهب أرباع الطلاب والمكتبات، وألقوا نسخ من القرآن الكريم على الأرض. ثم حاول قادة الثورة للتفاوض على التسوية مع نابليون، وطبعا نابليون رفض طلبهم. وطبعا ده من المواقف اللي أفقدت نابليون الاحترام وإعجاب المصريين بعد قيام الثورة، بعد أن كان يحظى باحترام كبير في مصر، وقد أطلق نابليون على نفسه لقب السلطان العظيم بين المصريين وفي القاهرة. وفي مارس سنة 1800 قتل الجنرال الفرنسي جان بابتيست كليبر بواسطة سليمان الحلبي وهو طالب في الأزهر، وبعد عملية الاغتيال أمر نابليون إغلاق المسجد وظلت أبوابه مغلقة حتى وصلت المساعدات العثمانية والبريطانية في سنة 1801. وطبعا الجامع الأزهر فقد الكثير من محتوياته بسبب غزو نابليون. هقول نقطة صغيرة وننهي الموضوع لعدم الإطالة. سبب دخول بعض المواد العلمية في الجامع الأزهر هو تشجيع من محمد علي باشا إنشاء التعليم العلماني والتاريخ والرياضيات والعلوم الحديثة، وقد تم الاعتماد على المناهج الدراسية التي كانت تلقى قبل سنة 1872 تحت إشراف جمال الدين الأفغاني، كما أضيفت الفلسفة الأوروبية لبرنامج الدراسة في الجامع الأزهر. أمور كتيرة عن جامع الأزهر طويلة تحكى في فيديوهات كثيرة، لكن أفضل الوقوف هنا وتقدروا تبحثوا بنفسكم لعدم الإطالة. أعتقد اللي احنا دخلنا في أزيد من تلت ساعة، وده وقت طويل جدا للفيديو.